الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، الغاليات، أحييكن بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ما أكرمه، الله سبحانه وتعالى ما أعظمه، الله سبحانه وتعالى ما أرحمه. ما خلقنا عبث حبيباتي، ما خلقنا عبث، للعلم ما خلقنا عبث. كيف الله تعالى أرسل لنا كتابا، هذا الكتاب هاديا ونصيرا ويعني ومرشدا. الله تعالى يخبرنا في هذا الكتاب بشيء معين. أنا لو أعطيتش مثال وقلت لش يا حبيبتي مسكي هذا الهاتف وصلحي لي، صلحي لي هذا الهاتف، إنزين، إذا أنت ما تعرفي شيء عن الهواتف هتعرفي تصلحي؟ ما هنعرف نصلحه، ما هنعرف نصلحه طبيعي. ليش؟ لأنه ما عندي فكرة عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما تركنا بدون معلومات، ما تركنا بدون معلومات، أعطانا هذا الكتاب عشان يخبرني أنا من، ما هي صفاتي، ما هي خصائصي، ما هي وظيفتي في هذه الحياة، إيش المفروض أسوي. وقالنا ارجعوا إلى القرآن، لأنه الإنسان إذا عرف، يعني لو كنت أنا أعرف، عادي أخواتي الرجال لا بأس من أن يسمعوا المحاضرة، لا بأس بذلك، شرط أن يكون الهاتف فقط صوتيا، ما يكون الهاتف في إيدهم، لا بأس أن يسمعوا، شرط أنه يكون الهاتف ليس في يدهم يسمعوا، ما شيء إشكالية. حتى لأنه أحيانا بعض الأخوات تفتح عندهم الكاميرا، فحفظا لحرمة الأخوات، وعاد كل واحدة وأمانتها. عاد أنا هذه لا أستطيع أنه يعني أمنع أحد، لكن إحنا أيضا ما نريد نمنع العلم عن أحد، لا نريد أن نمنعه عن أحد، تمام. طيب، إذا خلونا نشوف لماذا الله سبحانه وتعالى أعطانا ذي المعلومات عن أنفسنا. لأنه ببساطة يا حبيبتي في حاجة اسمها من علم نفسه عرف كيف يديرها، عرف كيف يتعامل معها. يعني مثل لما أنا أعرف هذا الهاتف وأعرف تفاصيله، أعرف بالضبط كيف أتعامل معه. إذا ما كنت أعرف طبيعي ما أعرف أتعامل معه، طبيعي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا في الآيات كذا بعض المعلومات عن أنفسنا. قالنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقالنا إن الله تعالى إيش يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، تمام. وقالنا خلق الإنسان من عجل، قالنا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وقالنا إن الإنسان خلق هلوعا، وقال خلقنا الإنسان من طين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يا سبحان الله تعالى، الله تعالى يخبرنا عن أنفسنا. المفروض لما الله تعالى يخبرني عن نفسي، إيش يفترض لما الله تعالى يخبرك عن نفسك؟ يفترض أنه خلاص أنا عارف الصفات هذه، أعرف ميزاتي، أعرف عيوبي، أعرف نقاط القوة تبعي، أعرف نقاط الضعف عندي، أعرف الله تعالى بماذا مكنني، أعرف إيش رسالتي. وساعتها يا حبيبات إيش يصير؟ يصير عندي قدرة، هذا العقل أستخدمه صح، العقل أستخدمه صح. ولكن إيش مشكلتنا؟ إحنا نمر على الآيات مرور الكرام، مع أن الله تعالى هي أصلا هذه إيش؟ إرشادات، الإرشادات حبيباتي، القرآن إرشادات، يرشدك الله ها إليه، ويرشدك إلى صلاح نفسك، كيف تقودي نفسك صح، كيف تقودين نفسك بشكل صحيح. ولكن اليوم إحنا ما بناخذ هذه الآيات كلها، إحنا راح ناخذ آية واحدة، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني هنمسك هذه الآية حرف حرف، يوم نتأملها نمسكها حرف حرف، نرى ما الذي يريده الله منا من هذه الآية، ما هي الإرشادات اللي الله تعالى يبلغنا فيها في هذه الآية. هذه الآية فيها بلاغات، فيها إيش؟ توعية، فيها يعني فيها خلينا نقول فيها تعليمات واضحة، فيها تعليمات
واضحة. إن الإنسان خلق هلوعا، أنا أعرف إيش يعني خلق هلوعا وإيش يعني هلع ومن وين يطلع الهلع وكيف أنا أصلا صرت هلوعا. تمام، تعالوا نشوف إيش يعني هلع. أول شيء أقول اللي إيش يعني هلع، خوف. تمام، نستعجل. يلا أنا أحب تشاركوني. ليش تشاركوني؟ عشان ما تكون المحاضرة بس إنه أنا ألقي عليكم كلام. خوف شديد، كثير الفزع، جامدة، قلق، الاستعجال مع الخوف، ارتباك، الله عليكم. طيب خلونا نعرفه كده تعريف حلو الهلع ونشوف إيش يعني هلع. خلينا نشوفه. كل الكلام اللي قلته صحيح، كل الكلام اللي قلته صحيح، بس همسك كده على كلام فاطمة سالم اللي قالت اندفاع. اندفاع كلمة حلوة، الخوف على الرزق والمال والولد. رائع حبيباتي، كل اللي كتبتوه رائع، دليل تبارك الرحمن على وعي وفهم بالكلمات. ترى الكلمات بيان واضحة. لما أقول هلوع، هلع يعني فزع، كثير الفزع، كثير الخوف. لكن خلونا شوي كذا نوضحها بزيادة. إيش هو الهلع؟ أولا حبيبتي الهلع جذره الخوف، يعني أساسه الخوف، أساس الهلع الخوف، جذره كأنه نقول بذرته الخوف. تمام، بذرته الخوف، يعني في الأصل الإنسان من أساسه أصلا كذا خائف. إذا ما الذي يثبت الإنسان؟ إحنا انولدنا خوافين، انولدنا خوافين يا جماعة؟ لا، من ولدنا خوافين، لكن الله تعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا. يعني الأصل الله تعالى عندما خلقنا، انتبهن معي حبيباتي، انتبهن معي، بس أنا بسكر الشات معلش عشان توضح الفكرة. الله تعالى خلقنا وفينا هذا الهلع، ثم الله تعالى غرس في هذه النفس ماذا؟ ها، فطرة الإسلام. ما هي فطرة الإسلام؟ هي فطرة التوجه إلى الله، فاستقر القلب، استقر القلب كأني ثبته. تعرفوا لما يكون في حاجة كذا تتلقلق، لما نقول ما ثابتة، حاجة ما ثابتة، وأجي أنا أثبتها بمسمار، ثبتت. الله تعالى خلق هذا الإنسان ثم ثبته به سبحانه. خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، يعني يا إنسان أنت الله تعالى خلقك وفيك هذيك الهزة الخوف، لكن الله ثبتك به سبحانه. ها، فكان أمانا، فكان هو الأمان، فثبت. عشان كذا الأطفال بعدهم ما يعرفوا مفهوم الخوف، ما يبدأ ينتزع شوية شوية، إحنا ننزعه، نحن من ننزع الخوف ولا ندرك. لكن الله تعالى خلقنا، صحيح خلقنا وفي داخلنا الخوف، لكن الله ثبت هذا الخوف بفطرة الاتصال به. فلأننا مخلوقون بفطرة الإسلام، أي بفطرة الاتصال بالله، سكنت النفس. طيب متى يظهر الخوف؟ عندما يغيب الأمان الحقيقي. وما هو الأمان الحقيقي إلا الله؟ وما الأمان الحقيقي إلا الله؟ واحدة تقول أنا من غير زوجي ولا شيء، كأنه هو الأمان، والله تعالى هو الأمان. واحدة تقول أنا من غير الفلوس ما أسوأ، وكأن المال هو الأمان، لكن الله هو الأمان، الله تعالى هو أمانك الحقيقي. طيب والمال والزوج والأهل والعائلة والأبناء، كلها تجليات، إحنا نسميها تجليات لإسمه المؤمن، أمان، لكنها مالها أمان خارجي، أمان خارجي زائل. صحيح هي أمان، لكنه أمان ماله خارجي، ولذلك الناس تتعلق بالأمان الخارجي، ثم تكتشف إنه الأمان الخارجي اللي هو الزوج، الأولاد، المال، البيت، المسكن، الوطن، الغير والغير والغير، وفي داخلها الأمان الحقيقي اللي يفترض يكون الله تعالى في داخلها ما موجود، فإذ بها تتعلق بشيء واهي،
فإيش يصير؟ يحدث الهلع، يحدث الهلع. فإذا حدث الهلع ماذا حدث؟ الإنسان لما يهلع تستوي مصيبة كبيرة. إيش يصير؟ تخيلوا، أنا أريدكم الآن تتخيلوا معي كذا، ها تخيل، خليني أتخيل وأشوف الإجابات مالكن يا جميلات، أحب أسمع إجاباتكم ومشاركاتكم. وفتحنا الشات الآن، سؤالي لو أنا جيت وحطيت مزهرية على رمل وخطفت عليها بهواء قوي، إيش يحصل لهالمزهرية؟ أطيح صح؟ بس بشرط المزهرية طبعاً ما مسوت لها لا تراب لا أي شيء. طيب جيت ومليت المزهرية من الداخل، ها؟ مليتها من الداخل وحميتها من الخارج، ثبتها، هتطيح؟ ما هتطيح. إذن في امتلاء من الداخل، امتلاء من الداخل الأول، تمام؟ إذن معناه إنه الشيء إذا كان ممتلئاً من الداخل مثبتاً من الخارج مستحيل يطلع، مستحيل يصير له شيء، ما يصير له شيء، أموره طيبة. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة يا إنسان، إذا داخلك هواء خواء، إذا داخلك فرغ من الله، مصار، شايفين الهلع؟ شايفين المزهرية مستوالها؟ مو يحصل لها المزهرية؟ هل نطيح صح؟ إذا كانت فاضية. فأنت أيضا تشبه المزهرية إذا خلت، إذا خلت إيش يحصل لك؟ هبوبة واحدة إيش تسوي بك؟ يقولوا الطيح الهبوبة الخاطفة، الطيح بالضبط، يفرفر. ولذلك الإنسان لما تصير له مشكلة إيش يستوي؟ يتفرفر، يهلع، يهلع، نعم يهلع، يبدأ إيش؟ يتوتر، يخاف، يجزع. والمصيبة ما كذا، المصيبة إنه هو يتفرفر في حالتين. متى يتفرفر؟ يتفرفر إذا الله عطاه خير يترقوص من الفرحة، ويتفرفر إذا الله تعالى قدر عليه رزقه. أيوة، يعني هو يتفرفر في الحالتين. شفتوا كيف الإنسان ما يتفرفر في حالة واحدة، ما لما تجي هبوبة ابتلاء، لا، حتى لما تزاد عليه النعمة. ما في ناس يكون يشتكي ويشتكي ويشتكي، ما عندهم بيسة، صالهم فترة ويق الله تعالى، الله تعالى ويعطيهم إيش؟ يعطيهم ماذا؟ يعطيهم خيرا، مو يسوي به، مو يوم يعطيهم خيرا يصير فرفر به، يلعبه وينسى كيف يشكر الله عليه فيكون فرحا. فإذا الهلع، الهلع هو أصلا جذره ماذا؟ جذره الخوف. والهلع يا حبيبات، الهلع ردة فعل، ردة فعل، الهلع يولد ردة فعل. يعني الشخص أصلا يكون ماشي أموره تمام، إما أن يأتيه الله بخير أو يمنع عنه أو يبتلى بشر، يبتلى بشر، إما يبتلى بخير أو يبتلى بشر، فيعمل ردة فعل الغير متزن اللي عنده الهلع اللي خاوي من الله سبحانه وتعالى. طيب إيش أنواع ردات الفعل؟ إيش أنواع ردات الفعل عند الإنسان لما يهلع؟ نوعين أساسيات، ركزوا معي في النوعين. وأريد أقول لكم، كل مشكلة نفسية، كل مشكلة نفسية جذرها الخوف يا حبيباتي، جذرها الخوف، أساسها الخوف. طيب الخوف مو يولد لي، يعني اللي عندها وسواس، الحبيبة الجميلة اللي إذا عندها وسواس، أو اللي عنده اكتئاب، عنده خوف، أساس هذه، اللي عنده حالة نفسية، اللي عنده شكوك، أساس ما به هو الخوف. طيب الخوف إيش يولد لي؟ يولد لي ردتين فعلين رئيسيتين، ما هي؟
ما هما هذين ها حد يعرف؟ حد يعرف؟ لا يعني أنا لما أهلع في كذا ردتين فعل يحصلوا عندي لما أهلع، الغضب غير الغضب، الخوف، الغضب والخوف. شكرا 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 شكرا، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، تبارك الرحمن، الله يحفظك، تبارك الرحمن، ما شاء الله عليك، متفاعلات رائعات رائعات، الله يحفظك يا رب. غضب وخوف. طيب الغضب إيش يسوي؟ الغضب يولد شيئين، يعني أنا لما أهلع إما أغضب وإما أخاف. تو واحدة تقول كيف يعني غضب؟ وقلتي لنا إنه قبل شوية فرح. هخبرك، شوف التسلسل إيش اللي يحصل. الذي يهلع إما يغضب وإما يخاف، فإذا غضب كان لديه رغبة في الانتقام أو رغبة في المنع. المنع، وهنشوف إيش يعني رغبة في المنع. وإذا خاف كان لديه يأس أو احتياج. ولذلك مثلا 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 يا حريم يا جميلات، ها يا حريم يا جميلات، الحرمة يوم تخاف زوجها يتزوج عليها تتعلق فيه بزيادة، صح ولا ما صح؟ تبدأ تراقب بزيادة، تبدأ تدور عليه بزيادة، وتبدأ عاد الأفكار الشيطانية، وتصير دائما محتاجة له، لدرجة إنه حتى لو الرجال ما بغي يتزوج يصير يتزوج لأنها خافت. هلع صار عندها، هلع ولد خوف فولد احتياج. أحيانا الإنسان عندما يصاب بمصيبة وفي داخله خواء الله تعالى، لا يعني قلبه ما مملوء بالله سبحانه وتعالى، فابتلي بنقص من المال خاف، فإذا خاف يأس، صار يائس. إذن واحد من الاثنين في الخوف، يصير عنده يأس أو يصير عنده احتياج. طيب عند الغضب، الغضب إما ينتقم لنفسه أو ينتقم من نفسه، فإذا انتقم لنفسه كان انتقام ممكن يكون يضرب يعتدي إلى آخره، يعني مثلا يصير ردة فعل إذا حد نزقني، مثلا نزقني هلعت وأنا ماسكة صفرية، جالسة أطبخ وحد جاء ونزقني، أجيب الصفرية وما أسوي به الشخص، ولا اللي ما تسوي به، وجاء حد نزق كان في جيش الصفرية جالسة تغسليها، ها ردة بالصفرية، هذا يسميه هلع لأنه نزقش فيها، صح؟ انتقزتي، على قولة أهلنا بالشرقية، انتقزتي. طيب إذا معناته أو ترميه، المهم أنه هي تنتقم للنفس، هي تنتقم للنفس، هي تنتقم للنفس. طيب أما المنع، إيش المنع؟ أما المنع هي الانتقام من النفس. كيف يعني الانتقام من النفس؟ أي تحصر، وإيش يصير؟ حرص، يصير في إيش؟ حرص على الدنيا يتمسك فيها أكثر، حرص على الدنيا يتمسك فيها أكثر. أنا ما أعرف التحديث الجديد تبع الزوم صاير غريب يعني، فإيش يصير؟ إنه الإنسان عندما ماله، عندما يغضب إما ينتقم لنفسه أو ينتقم من نفسه. فكيف ينتقم من نفسه؟ إذا حرص على الدنيا انتقم من نفسه للأسف. كيف يعني؟ يعني تمسك في الدنيا ها ونسى الآخرة، ونسى الآخرة، سبحان الله. إذن الإنسان إذا غضب هذا الذي يحدث له. طيب ولذلك اليوم بنتكلم عن المنع وعن اليأس، سنتكلم عن المنع وعن اليأس. المنع يحدث عندما يعطى الإنسان خيرا،
واليأس عندما يبتلى الإنسان بالشر أو يواجه بالشر. طيب، إيش أشكال المنع؟ إيش أشكال المنع؟ تعالوا نشوف كيف يقع الإنسان ويمنع عن نفسه الخير. الله تعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إذا هلع إيش صار له؟ إذا مسه الخير منوعا. فنتكلم اليوم عن هذه، إذا مسه الخير منوعا، كيف تمنعي عن نفسك الخير وانت ما دارية؟ كثير من النساء تقول أنا من أهل الذكر، أحسبني من أهل الذكر، وعلى طول صايمة وعلى طول قايمة وعلى طول مع 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 صاحباتي صويحباتي في الذكر وكذا، لكني أقلق أفكر واجد إلى آخره. وما بس كذا، ما بس كذا، بل إنها تمنع الخير عن نفسها. كيف تمنع الخير عن نفسها؟ تعال أراويكم أشكال منع الخير. لما الإنسان يهلع يمنع الخير، وشوفوا هذه نتيجة الهلع. رقم واحد، منع في العطاء. عندما يهلع، يعني عندما يخاف الإنسان من الفقر، إيش يسوي؟ يمنع العطاء، ما يعطي، يقول أنا خاف عن بكرة أحتاج وما أحصل فلوس، يقول له تصدق، يقول ليش ما عندي أنا هذا رأس مالي. منع في العطاء. فإذا منع في العطاء أصيب بإيش؟ بشح في الوفرة. كيف يعني شح في الوفرة؟ يعني أصلا دائما يحس أن الدنيا فقيرة، والمصيبة أنه إيش؟ دائما عنده نقص في الأموال، مهما جاته أموال دائما عنده نقص في الأموال، دائما عنده. ليش؟ لأنه هو أصلا إيش؟ هو أصلا منع، ومنع من نفسه على فكرة، منع عن نفسه الخير. كيف منعه؟ أصلا يفترض مثلا أنت تدعى للخير، أنت تدعى للخير وقلت لا أنا ما هدفع لأنه أنا هذا المبلغ أحتاجه. طيب أنت تحتاجه، زين تبرع بنصفه أو ربعه، لا 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 لا، بكرة أولادي يقوعوا، فيقوعوا أولاده، جزء منه، أولادي يقوعوا ما حصل أكل فيقوعوا أبنائه. سيكون دائما عنده شح، دائما حياته فيها نقص مادي. فالذي لا ينفق من ماله دائما عنده نقص في ماله، دائما عنده نقص في ماله. أراويكم نوع آخر من المنع، شوفوا نوع آخر. على فكرة احنا دائما ناخذ المنع بس في المال، لكن هناك منع آخر، منع آخر. إيش هو؟ شوفوا المنع الثاني، منع في الكف عن الأذى. كيف يعني؟ يعني في إنسان الله تعالى يقول له لا تؤذي، وهو مانع نفسه عن إنه ما يؤذي، فيصير يؤذي. وهذا اللي كثير يؤذي، إيش يكون عنده شح في ماذا؟ اللي مؤذي الناس، مو يكون عنده شح في ماذا؟ في العلاقات. ما حد يحبه، ما حد جالسه، شح في الكلمة الطيبة، شح في الكلمة الطيبة، ينفر منه الناس. أيوة، ما حد يتواصل، ما يطيقوه، لا 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 لا، هذا الإنسان أعوذ بالله، هذا الإنسان ما نباه، ما يقربوه في مجلس، ما يزوروه، ما يتعرف عليه. لماذا؟ لأنه ما بقى حد، فتكرهه الناس، فيصير عنده إيش؟ شح في العلاقات. شوفوا إيش اللي يصير، منع عن نفس العلاقات، فصار عنده شح، صار عنده شح في العلاقات. طيب أعطيكم منع آخر، شوفوا أنواع المنع. منع في الحركة والسلوك. أيوة، منع في الحركة والسلوك. واحدة يقولوا لها طيب يا حرمة، أنت وزنك زايد، بدي تحركي وسوي خطة لإنقاص الوزن. قلش ما عندي وقت، منعت نفسها، ما عندي وقت. وبعدين صار عندها شح، إيش؟ ما حققت إنجاز،
واحدة يقولوا لها حفظي قرآن، حطي لك ساعة، ما عندي وقت. شوفوا منع، منعت عن نفسها أن تحفظ، فصار عندها إيش من ماش إنجاز. لما تسألوا الناس ما هي إنجازاتكم خلال العام الماضي، ماذا أنجزت، ماذا حققت، كانوا العلماء سابقا، كانوا العلماء سابقا مالهم يعني في السنة الواحدة كتب، عشرات الكتب يكتبون. حركة، حركة في لازم إيش، لازم تتحرك. فإن منعت عن نفسك الحركة، شفتوا الخير أشكاله، أشكال الخير، هذا هو الإنفاق. إنفاق في العطاء المال، إنفاق في أن تبعد الأذى عن الناس، إنفاق في حركتك، حركتك هذا إنفاق. فإن كنت لا تنفق في الحركة يصبح لديك شح في الإنجاز، ماشي إنجازات. ولذلك أعطيكم مثال بسيط، مثال بسيط ويقهر، يقهر أكثر شيء يقهرني، وسامحوني في ذي الكلمة، يعني أكثر حاجة تقهرني مو هي، سؤال بسيط دقيق كذا، تفتحي حاجة اسمها إيش، عمش جوجل، وتفتحي عمش جوجل وتقيش الإجابة، تقيش واحدة تقول لش مثلا ما هي آية النور، ما هي آية النور؟ هل هذا الموضوع محتاج إنه أنا أروح أدور على إنسان يروح يجاوبني وأقول له آية النور وش هي؟ أنتوا حطوا نفسكم يعني في ذا الموقف، يجيكم مثل ذا السؤال مو تجاوبا، شفتوا لأي درجة الكسل؟ لأي درجة الكسل؟ نساء تأكدوا إنه كاميراتكم ما مفتوحة حبيباتي، بعض النساء كاميراتهم مفتوحة، انتبهن. آية في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، هذا إيش دليل على ماذا؟ دليل على إيش؟ أنا ما راي ما أشل ذا الصبع، هذا الصبعة أشله وإيش أسوي؟ تن ثواني يجيب لي إياها، ثواني. احيانا مسائل لا تحتاج انه انا الف وادور وادور، يعني ما محتاجه تعب، ولكنه ايش، مانع نفسه، ما يريد. شوفوا لاي درجه وصلنا انه ايش، نريد كل شيء، خبرونا زين، سويوا عنا زين، علمونا، صح ولا لا؟ وما أكثر النساء في ذلك. أنا ما أعرف، بس خلاص وقفت، أنا ما أعرف. ما هو لأنه لو كان يحاول أنه يتحرك يبذل جهدا لإيش؟ لتعلم، لأنجز. يعني تو إحنا مولودين كلنا عندنا علم، ما حد يولد عالم، لازم إيش الإنسان يتحرك. أيضا الإنسان الذي يمنع عقله من التفكير، إيش تتوقع يصير عنده شح في ماذا؟ من يمنع عن نفسه التفكير، هذه خير على فكرة، إذا مسه الخير، يعني الله تعالى معطينا الفهم لكن هو ما يريد يفهم، ها شح في ماذا؟ بتشوفوا شح في التطور، لا يتطور، ما يتطور، ما ينمو. أنت كيف تنمو؟ كيف ينمو الإنسان إلا إذا تعلم؟ أيوة، كيف تنمو؟ فهو لما يعني كيف ينمو الإنسان؟ الإنسان ينمو إذا تعلم وإذا تفكر فيما تعلم، يعني استخدم عقله. طيب الإنسان اللي ما يستخدم عقله، بالله عليكم كيف يتطور هذا؟ كيف يتطور؟ ما يتطور، يصير عنده شح. شفتوا الأشياء العجيبة اللي ممكن تكون خير ولكن الإنسان يمنع نفسه الخير، ما يتطور. شوية مشكلة صارت في 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 التليفون، هلع هلع،
ساعدوني حلوا لي مشكلتي. بالضبط، إذا لم تسقها تموت. صحيح صدقتي. شيء شحنة آخر، منع في ضبط المشاعر. ماذا يحدث؟ شح في ماذا؟ إذا أنا الله تعالى ابتلاني، ها ضبط المشاعر، أعطاني إيش؟ نعمة، أعطاني نعمة بس ما ضبطت مشاعري، فرحت بها ولا قمت أصيح واجد. ماذا يحدث؟ شح في ماذا؟ شح في إدارة، في إدارة الشعور، إدارة ضبط النفس. أيوة، شح في ضبط النفس. كل هذه الأشياء يا جميلات، شح في الوفرة، في العلاقات، في الإنجازات، في التطور، في الشعور، مو تسمى، كلها تسمى إيش؟ شح في النفس. والله تعالى ماذا قال؟ ماذا قال؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ها ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوقى، ومن يوقى شح نفسه، ما لهم، فأولئك هم المفلحون. وهنا شح النفس، شح النفس سبب الهلع، سبب غياب الله تعالى. منع عن نفسه العطاء، منع عن نفسه، يعني هلك الناس وأذاهم، منع عن نفسه الحركة، ما يتحرك. طيب اتحرك، تلحلح، سوي شيء، ما أقدر، ما أقدر. إن شاء الله حبيبتي المحروقية، إن شاء الله. طيب، إذا منع عن نفسه، منع عن نفسه ماذا؟ منع عن نفسه الخير وهو ما مدرك. يعني الله تعالى، الله تعالى يجيب لك علاقات وانت تؤذي هذه العلاقات، فإيش يصير لك؟ ما بيكون عندك علاقات. الله تعالى يرزقك مال لكنك تبخل بهذا المال، بتحس دائما انك انت فقير وما عندك مال. فإذا هو نفس الشيء، الإنسان الله تعالى يبتليه بمواقف خير، لأن احنا المنع قلنا في الخير. الله تعالى يعطيك من الخير وانت حضرتك ما ضابط مشاعرك، فرحان بالفلوس تروح مفارطنها هنا وهنا، وربما ترتكب بها المعاصي فما تكون ضابط. ولذلك إذا قدر عليه رزقه بعد ذلك ماله، قال ربي أهانا. يا الله، فإذا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا. يعني لما الله معطنه الخير، معطنه العقل عشان يفكر فيه ما يريد يفكر فيه، معطنه الصحة والجسد عشان يستخدمه وما يريد يستخدمه، معطنه المشاعر كيف يضبطها وقال له اضبط مشاعرك وما يريد يضبطها، قال له ما تأذي الناس إلا ويأذي الناس، قال له أعطي مما رزقتك وانفق مما رزقتك. ولا يقصد هنا فقط المال، ترى على فكرة الإنفاق ليس في المال، ولكن ماله، لكن الإنسان هو الذي منع. عرفت إذا كنت تشعرين بمال قليل فراجعي إنفاقك، إذا كنت تحسي أنك أنت ما تنجزي راجعي حركتش، إذا تحسي نفسك محلك سر ما جالسة تتطوري راجعي تفكيرش، إذا شفتي أنه الناس ابتعدت عنك راجعي سلوكك مع الناس، لأنك أنت التي منعت الخير عن نفسك. والسبب هلع، خوف، جعلك تمنعين الخير عن نفسك قبل أن تمنعيه عن الآخرين. على الإنسان أن يتفكر. وقلنا الله تعالى يخبرنا عن أنفسنا حتى إيش؟ نهذبها، حتى نربيها النفس، ربيها النفس. أنا إذا الله تعالى يقول، الله تعالى يقول إنه اللي يقي نفسه من الشح إيش؟ هو اللي هيفلح.
تريدي مال كثير؟ انفقي في الخير، انفقي في وجوه الخير، انفقي خيرا. ودائما قولي الله الغني المعطي يعطيني، والله تعالى اذا اقرضته ماله ضاعف لي. امتقي وحده، قولي لها تعالي يا اختي ننفق من وقتنا في حفظ القران، ننفق من وقتنا. قالت ما عندي وقت. ثم تريد ان ايش؟ ان الله تعالى يعطيها ويجاوبها. لكن صدق انت حرمتي نفسك الخير، اتتك خيرات فمنعتيها عن نفسك، فاذا مسه الخير كان منوعا. عرفنا كيف المنع؟ المنع ما المنع يعني اذا الله تعالى اعطاه ومنع الناس، والله انك لتمنع نفسك، انت اللي تظلم، والله تعالى ما يظلمك. الله تعالى لا يظلمك. لما يشوف الإنسان إنه هو من سنة لسنة نفس الحالة مكانه ما تحرك، لازم يراجع، لازم يراجع. ومن منع الخير فقد منعه عن نفسه، فهو ظالم لنفسه، وما ظلمناهم. نعم. وطبعا أكيد الإنسان إذا يحسن، يعني أنا يوم أجي أنفق حال حاجة، ترى ما حال المحتاج، ما جالسة أمن على المحتاج، أنا اللي محتاجة. أنا أقي نفسي شحها. أنا لما أعطي أأدب نفسي عن الشح، أعلمها بلاش لما يجيني باب للخير مفتوح وأقول لا، إنك لتظلم نفسك وأنت ما داري. وكان الإنسان ماله ظلوما جهولا، جهل. لو كان يدرك هذه الآية بالله عليكم، هل يمنع عن نفس الخير؟ إذا رأيت نفسك، وأعطيكم مثال أيضا، لما واحد يقول له تعال بنا إلى مجلس ذكر، قال ليش؟ ما عندي وقت، ما فاضي. منع عن نفس الخير، والله منع عن نفس الخير، للأسف ظلم نفسه ومنع عن نفسه الخير، أساء إلى نفسه وهو ما يدرك. الله تعالى يبسط الأرزاق على اختلافها، الأرزاق موجودة، ما بس الأرزاق المادية، لكن المشكلة الإنسان عندما يصاب بالهلع ماله، الأرزاق المادية ما يشوفها. الأرزاق المادية ما يشوفها. لما يا إنسان الله تعالى يذكرك، الله تعالى إيش؟ يذكرك وأنت لا تذكره، أليس ذلك منع للخير؟ الله تعالى يذكرك، نعم يذكرك، كيف ما يذكرك؟ من يحميك أصلا؟ من يكف عنك الأذى؟ أنت تنام ثم يوقظك مرة ثانية، يحفظك، أنت نايم جسمك محفوظ، أليس ذلك ذكر من الله لك؟ وانت مالك وانت مانع نفسك، فلا تذكره. اذكر الله يذكرك. حين لا تشكر الله عن الموجود على الموجود وتتعلق في المفقود، فإن ذلك منع. عندما لا تصبر ولا ترضى، فإن ذلك منع. ليش؟ لأن الله تعالى مو قال يوفى الصابرون، الله قال يوفى الصابرون، وانت ما تصبر، منعت ولا ما منعت؟ يقول لك يوفى، يقول لك اصبر، هعطيك الجزاء، بس انت اصبر، اصبر على بلائي، اصبر على بلائي وبعطيك. يروح هو يقول تعبت، مليت، حال مو انا بالذات، ليش انا بالذات بس ذي المصائب فوقي؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظلم نفسه واذى نفسه ومنع الخير عن نفسه. وصيتي يا حبيباتي، وصيتي ماذا؟ إنه إياكم وأن تمنعوا الخير. هي خمس بوابات ذكرناها في منع الخير، خمس بوابات. لما الإنسان لا يشكر ولا يصبر ولا يذكر الموجود ولا يشكر الله على الموجود ولا يذكر الله، وذكر الله غنى،
اعرفوا أن ذلك ظلم في النفس، وذلك منع للخير عن النفس، يعني كأني أنا منعت الخير. طيب أنا باي أشغلكم ذا الفيديو لكن ما أشغلكم يا برايو، ما أقطع عليكم وأنتم مستمتعين، خليه ذا الفيديو، هذا الفيديو عشان مشروعنا الجميل، وأنت ما شاء الله عليك ما مقصرات. نجي إذا مسه الشر جزوعا، هنشغله بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. الجزع إذا مسه الشر جزوعا، يلا ركزا معي، يلا ركزا معي. الجزع عكس الثبات والصبر، أو هو الثبات في الحزن، هو الثبات في الحزن، يعني ثابت على على الحزن. إذا جاءت مصيبة هو عايش وغرقان في الحزن، غير بدل يا إنسان اثبت. قال لا، الجزع يجعلك في حالة فزع، يجعلك في حالة فزع. الجزع يوقعك في ماذا؟ في القنوط واليأس والإحباط. كبشري حبيبتي كبشري، بس قولي لي عشان أنا يكون ما سوى حركة كذا هتخوف وبعدين تفزعي وبدك تشوف الصورة فاتحة حلقي ولا مدحرة عيوني ولا شيء، خبريني عشان أنا أوقف سيده اللي باية تكبشر الله يسعدكم يا رب. عادي حبيباتي كبشرة كبشرة، ها عادي حبيبتي، أنا الصورة ما فيها شيء، فيها شيء ما فيها شيء لا مكماج ولا قولتهم ولا مكياج ولا غيره الحمد لله رب العالمين ومستورين ولله الحمد، سأل الله تعالى السترة في الدنيا والآخرة. يا ستير يا ستير يا الله الله يسعدكم يا رب. أوين اللي فاتحين الفيديوهات يا حلوين يا طيبين يا جميلين يا عسولين؟ انتبهن كاميرات كان مفتوحات، انتبهن على الكاميرات. الجزع يعني أنك يا حبيبتي فتحت بوابة للشيطان، أعوذ بالله. أيوة أيوة، لماذا؟ عشان تقولي له تعال بقى ووسوس، وتعال أعمل خراب، وتعال أعمل بلاوي. ها ليش؟ لأنه أنا لما أجزع وش أقول حال شو اسمه، وش أقول حال هذا لما أجزع وأحزن؟ أقول حال الشيطان وش حبيبتي كوخة؟ الله يسعدش يا رب، الله يسعدش يا رب. أقول له تفضل تعال زيدني هم، ويقوم ماشي يسوي يوسوس لي ويبدي يخليني ماله، يخليني أطير بأفكاري وأسافر بأفكاري، هنا أروح بأفكاري، ها بحيرة الشياطين بأفكاري أروح. لازم عندما يبتلى الإنسان، هل معناته أني ما أحزن؟ إلا أحزن أحزن، لكن مش مفروض ما تثبت على الحزن، لا تثبت على الحزن فتؤذى. فإذا هنا إيش الله تعالى يقول؟ إذا مسه الشر جزوعا، جزوعا، الحزن والفرح بالضبط عز حبيبتي، بقياس بقياس. فكأنه إيش هو يسمح لنفسه لما أنا أضعف، متى يريد الشيطان؟ الشيطان وش يريد؟ يشوف إيش ضعيفة، يشوف إيش ضعيفة. الشيطان فرصته وهو يشوف إيش في حالة ضعف، فإذا رآك في حالة ضعف قال الفرصة الباب مفتوح، فلندخل إلى قلب هذا الإنسان ما دام بابه مفتوح. قال فلندخل إلى قلب هذا الإنسان ما دام بابه مفتوح، فيبدأ إيش يسوي؟ يبدأ الشيطان بالأفكار والوسوسة، وتبدأ أيضا ماذا؟ النفس عاد تشتغل، النفس، هو النفس يبدأ أيضا يشتغل، لأن النفس إذا غذيتيها بالحزن مالها؟ تبدأ هوى النفس يشتغل ويبدأ إيش؟ يزيد الخراب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه نعوذ بنا الهم والحزن. ليش؟ لأنه إذا استمر جزع الإنسان، وإذا جزع خلاص ضاع،
ضاع. والله تعالى يقولنا الحل وين؟ الله تعالى يقولنا الحل وين؟ وين الحل؟ قالنا إياه موجود، قالنا إياه في الآية نفسها في السورة. والله إن الله تعالى لا يخبرك، شوفي يخبرش المشكلة، شوفي شوفي كرم الله. أنا أريدش بس تتحسسي، تتحسسي كرم الله معي، استشعر شوية كده. هذه الجملة اللي بقولش إياها، يخبرك المشكلة ويخبرك حلها، يخبرك العطب اللي ممكن يصير لش ويخبرش هين تروحي ماذا تفعلي. شيء أكرم من كذاك؟ قول لي شيء أكرم من كذاك. الله تعالى يخبرك، يخبرك هذه المشكلة عندش وهذا الحل. بالله عليكم تو الطلبة، الطلبة يعانوا من بعض المعلمين، من بعض المعلمين يعطوهم مسائل وما قالهم دربوهم عليها ولا شيء، ويجي يحلوا مساكين ما يعرفوا يحلوا، ويقولوا ما نعرف، ما حد خبرنا عنها. شوفي كرم الله تعالى معك، يخبرك في الآيات، يقولش أنا منزلش هذا القرآن كتاب تعليمات إرشادات يفيدش، وبعدين ومعاطش الحل. قال إلا المصلين، يعني يعني إذا صليت كل هذه الأشياء معناته أنت كنت على اتصال بي واتصلت بي، ها، وأديت صلاتك وأقمتها، ها، الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة هنا المقصود بها الأساس، أصلا الصلاة نوعين، صلاة دعاء واتصال وصلاة سجود وركوع. صلاة ثنتين، صلاة دعاء واتصال وصلاة سجود وركوع، وكلا الصلاتين مالهن، كلا الصلاتين ضرورات، ضروريات، مهمات، مهمات. لأن الإنسان بدون صلاته دائما في حالة ويش. الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، لماذا؟ لأنه فيها اتصال، وأيضا هناك صلاة أخرى، ما هي؟ أن تجعل الله تعالى حاضرا في قلبك، فماذا؟ فتخشاه وترغب فيما عنده. ليش؟ ليش الصلاة بالذات؟ الصلاة قلنا نوعين، إما صلاة أي أي عمل تريد به وجه الله. شوفي واحدة لازم يكون عندها عمل كذا بينها وبين الله، نصيحة أخواتي، اجعلي لك عمل بينك وبين الله ما حد يعلم عنه، خليه كذا هو اللي يربطش بالله، يربطك بالله، يربطك بالله. لماذا؟ لأنه أي عمل صالح كأنك تسوي حبل ممدود بينك وبين الله. الله، أيوة، تكوني متصلة، متصلة بالله تعالى. فإذا اتصلت ماله ثبتك، لما تجي معاش تصير عندش مشكلة، يصير عندش زيادة مال، لأنك دائما على طول مع الله تتذكري وتقولي الله خليني أشكر الله تعالى على ذي النعمة اللي أنعمها علي. أن الله تعالى أعطاني اليوم 1000 ريال، أعطوني مكافأة في الدوام، خليني أخرج 10%، خليني أخرج 1%، 10 ريالات من ذي 1000 وخرجها لله تعالى. معنى الإنسان ماله؟ لأنه يتذكر الله، متصل به، هذا هو الاتصال. إلا المصلين، متصل، متصل به على طول، فلذلك يذكره على طول. ولاحظوا كيف عرفت؟ كيف من هين قبت هذا الكلام؟ لأنه إيش قال؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني على طول متصلين بالله، في ثم اتصال دائم، احنا نسميه كونكشن. على طول في كونكشن كذا، مرتبط دائما، انا متواصله مع الله تعالى دائما، هذا الله تعالى حاضر في قلبي، ظاهر في قلبي. والذين في اموالهم حق، ها، معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. لانه اللي متصل بالله ايش يسوي؟ اللي متصل بالله ايش يسوي؟ ماله لما الله تعالى يعطيه المال ايش يسوي؟ يمنعه؟ يمنعه؟ لا، في اموالهم حق معلوم، في عندهم نسبه كذا حق، عارفينه هذا الحق ايش؟ حق معلوم، يعني عنده نسبه كذا من المال على طول ينفق منه، ملتزم، ملتزم فيه، للسائل وللمحروم، الايتام. عشان كذا احنا شغالين في ذا الموضوع. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين يصدقون يعني عارفين انه في اخره، عارفين انه في جزاء،
عارفين إنه في شيء هنكافأ عليه. والذين هم من عذاب ربهم مالهم مشفقون، يخافوا إن الله تعالى ماله يتركهم، فإذا تركهم ماله ضاعوا. إن عذاب ربهم غير مأمون، يعرفوا إن عذاب الله تعالى ما حاجة بسيطة، ما حاجة بسيطة حبيباتي، ها إلا على أزواجهم، عارفين حقوقهم، عارفين ما لهم وما عليهم، ما يتجاوزوها، ما يتجاوزوها الحدود، عارفين. فمن ابتغى وراء ذلك، اللي يريد العكس إيش يحصل له؟ عاد تعدى على نفسه الحقيقة. إيش أيضا؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإنه قد عاهد الله وإن ذلك ميثاق، وميثاق العهد إن الإنسان ها ما يفك العقد، ما يقول أشهد الله لا إله إلا الله وهو أصلا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا أي شيء، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله بس في البطاقة، مسواه في البطاقة ديانة مسلم، وهو لا سلم الناس منه ولا من شره ولا غيره. والذين هم بشهاداتهم ماله قائمون، قائمون يعني إذا شهدوا ها يعني التزموا بما شهدوا، التزموا بما شهدوا. والذين هم على صلاتهم يحافظون، محافظين على صلواتهم، محافظين على صلواتهم. الصلاة قلنا نوعين، الصلاة نوعين، وهذه الصلاة شوفوا. وعلى فكرة، على فكرة من يصلي، من يصلي ومن يحسن صلاته أي اتصاله، وأنا ما أتكلم معنى الصلاة اللي يؤديها بس عادات، في ناس راح تصلي خمس صلوات لكن ما لهم، الله المستعان. لا أنا ما أتكلم عن اللي ما يقدر يزكي، ترى اللي ما يقدر ما يقدر، لكن عندش أشياء ثانية تقدر تزكي منها. إذا عندش صحة زكي من صحتك، إذا عندش علم زكي من العلم، لازم يكون عندش مال حبيباتي. الزكاة ليست فقط للمال، حنو عرفنا زكاة الأموال، لكن في حاجة اسمها زكاة الأبدان، زكاة العلم، صح ولا لا؟ زكاة الصحة، أعيني مريضا، أعيني مريضا، إيش المشكلة؟ أعيني محتاجا. زكاة البدن ما تعرفوها؟ زكاة البدن ما ندفعها في رمضان؟ هي زكاة البدن. طيب يعمل الصالحات أي كان نوعها، من يتصل بالله هيعمل الصالحات وما يفكر. في واحدة من الأخوات معانا غالية، وما أعرف إذا تسمح لي، يعني أنا يعني أحسبها عند الله من الصادقين، والله حسيبها ولا أزكيها، لكن لما بدينا عملنا مشروع الحسنة، مشروع حسنة، المنسقة تخبرني تقول أول ما نزلت الإعلان تقول مباشرة اتصلت وقالت سأشتري 20 نسخة بدون تفكير. من يكون على اتصال ما يفكر، إذا قالوا له باب خير ما يناقش ولا يشكك ولا يسيء الظن، مباشرة يسوي الخير. لماذا؟ لأنه يعرف أن الأمر بينه، هو فاهم الموضوع وش، فاهم الموضوع وش. فجزاه الله عن كل أولئك الأيتام اللي هتروح عندهم هذه الأموال، وبارك الله لها في صحتها وفي عافيتها وفي أبنائها وأحفادها، عندها أحفاد، ربي بارك فيها. شوفوا التسارع، يعني ما أفكر لحظة، لما يقولوا لها باب خير ما تقول أتراجع، ما تقول، ما هو المؤمن ما يبى يمنع عن نفسه الخير، المؤمن لا يمنع عن نفسه الخير، على طول ما تقص تفكر وما أدفع أدفع ما أدفع أدفع ما أدفع. ينفق مما رزقه الله، استبقوا الخيرات، نعم، ويسارعوا للخيرات ما يفكر. هكذا هو المؤمن عندما يكون بالله متصل. والله ممكن تكون وحدة، وأنا متأكدة ممكن يكون فينا وحدة، ممكن يكون فينا وحدة رأس مال هذيك الخمس ريالات، ممكن تكون رأس مال هذيك الخمس ريالات، لكن ماذا قالت؟ قالت الله 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 أول شيء،
وراحت دفعتها، ما راس مالها غير ذاك الخمسة. أقول لها هنيئا لك، أقول لها هنيئا لك، فرب درهم سبق درهمين. شوفوا كيف ممكن يكون عنده خمسة، ممكن واحدة تقول ليش أنا ما عندي غير ريالين، عادي أشارك. الله، والله الريالين عندنا أحب من الخمسة. ليش؟ رأس مال هذاك، لكنها تريد أن تكون جزءا جزءا من الخير. خلوني معكم، أنا أريد ربي يغفر لي يرحمني، أريد ربي يوصلني. من أنا دون الله؟ عظيمة عند الله، عظيمة. ولذلك المصلي والمتصل بالله دائما يستشعر، دائما يستشعر إيش؟ على طول، على طول سابق. شوفوا، لاحظوا، لاحظوا الآية مو تقول مباشرة، الله تعالى مو قال والذين في أموالهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فك، إذا ارتبط بالله أول حاجة فك علاقته فيها المال، على فكرة المال. ولذلك شوفي، شوفي علاقتش مع المال كيف. إذا كنت مرتبطة بالمال وتفكري مليون مرة قبل ما يقولوا ليش تبرع، اعرفي أن علاقتك بالله خربانة، خربانة على طول. لكن أول ما واحد يقولوا له مال، إن زما عندي إن شاء الله بنوي يا رب، أو الذي يبكي ولا يجد، يبكي ولا يجد. والله إن عند الله هذا شيء عزيز. في ناس ممكن تكون باغية، باغية بس ما عندهم، ما عندهم حتى ذاك الريال، ما عندهم، يبكون يا رب باغين، باغين خاطرنا. شوفوا كيف، لأن الله تعالى قال بعد الاتصال ماذا؟ بعد الاتصال ماذا؟ عرفنا الآن كيف يمنع الإنسان وكيف يعود. وبالنسبة للناس اللي تسأل عن الصلاة والخشوع، عن الصلاة، الخشوع في الصلاة، في دورة مجانية موجودة في اليوتيوب عن الخشوع في الصلاة، بإمكانكم تشوفوها بإذن الله تعالى موجودة. ما في اليوتيوب، استغفر الله العظيم، في الموقع، في الموقع في دورة الخشوع في الصلاة، وفي أيضا كذا جلسة من 4 ساعات، من 4 ساعات موجودة أيضا، اللي اسمها سيكولوجية الصلاة، 4 ساعات اللي فيه بارض كذا واحد كذا يعني، وتو إجازة جايين، بكرة إجازة، فيكون يعني متبرضين، ونعطي نشوف نسمع اللي هي في اليوتيوب. كتبوا قناة إشراقة روح. تذكرت بوشاكي، مو قلت لهم، قلت لهم مجتمع إشراقة، وخبرت عليكم التحريات، وقلت لهم هم ذيلا مجتمع إشراقة. الله يسعدكم يا رب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا جزيلا، اليوم أسعدتوني ما شاء الله عليكم، وصلنا الألف، وصارنا زمان هذه الألف ما شفتها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك حمدا، حمدا كثيرا مبارك فيه. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. استودعكم الله أخواتي، ألقاكم على خير، تركتكم في رعايته وولايته وكفايته ونصرته وعطائه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.